لو جوزك انا من غير نظاره شايفه عشان بس واقفين اهو. برافو برافو، لان انا جايه كويس قوي الحمد لله. لو جوزك بيتضايق من حاجات معينه كويس بتعمليها، مثلا بتتكلمي بصوت عالي او بتضحكي بصوت عالي، أيوه. هل انت تغيري نفسك عشان ترضيه ولا لا انا كده والله واذا كان عاجبك؟ هو لسه اكتشف دلوقتي بعد الجواز ما سمعنيش بضحك قبل كده؟ كان بيجاملها لا يا ستي سكت مره اتنين تلاته، ما مش ممكن قدامه. خلي بالك ان ممكن في فتره الخطوبه البق بيصغر، لا لا والرقه بتبقى كويسه، لا لا يعني هو مثلا طول فتره الخطوبه ما شافهاش بتتكلم. هو لو عنده تعليقات على الضحك على المشي على اسلوب الكلام اعتقد انه هيعلق من الاول. يعني هتبقى طبعا معلق من انت الاول، انت ست واخده راحتك، بلاش جوزك خطيبك، انت واخده راحتك اعتبريها فتره خطيبك. الخطوبه وهو لو عنده تعليقات هيعلق من الاول، يعني بالاساس أوكي. هيبقى عنده خطيبك بلاش سيري لا جوزك. طبعا انا رايي انه يعني عن قناعه وبعد عمر طويل لا مش كل حاجه يتقال لها حاضر، يعني مش كل طلب يتطلب مثلا لو صوت عالي مثلا لو ضحكه بصوت عالي دي حاجات نسبيه يعني هالمعلش حقه يا جماعه. لا في ناس بتضحك ضحكه عاليه هي ضحكتها كده ربنا خلقها كده لازم تظبط، يعني تضحك الناس كلها تتفرج ما هو هيتضايق يعني قاعد طرطور جنبها. لا هو ليه هو لما تضحك بصوت عالي ده معناه ان هي قاعده مش حلو طبعا. لا في ضحكات بتبقى اوفر شويه. ايوه ماشي بس هي ضحكه ترقع، الضحكه اللي ترقع دي اللي هي ضحكه عاليه قوي قوي. لا في ناس ضحكتها عاليه بس مش مبتذله. ايوه بس لو بتضايقه ايه المشكله تغيريها؟ ازاي انا حاجه اغيرها ازاي؟ يعني ادور على زرار الضحك وادوس عليه ضحكه رقيقه؟ لا انت ممكن تقدري اما تضحكي تروحي فاكره ان هو بيتضايقه الموضوع ده تنزلي الضحكه شويه. رقيقه ام رقيقه؟ ايه المشكله؟ بتتكلمي بصوت عالي وجهوري وبتاع متضايق، ايه يعني تنزلي بصوتك شويه؟ يا سلام هي داني دي خلاص اخر العالم. لا مش هو كده كده هينكد عليها وعلى اللي جايبينها ومش في ضحكه. هتوطي صوتك يا شيري، يعني هتوطي صوتك يا شيري. ايه بس يقولها لي مش هتتحكي بصوت عالي، يعني مش هتتحكي بصوت عالي. لا لا ما هو لو قالها لي كده ما ينفعش. لا لا هو لازم يكون بالطريقه دي طبعا. لا 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 لازم يكون ظريف الاسلوب.